بمناسبة وليد أزارو، كلام عن تلقي الأهلي عرض كبير. في الأول كان الكلام عن نادي صيني عارض 7 مليون يورو، يعني 140 مليون جنيه، ثم زويد هذا العرض إلى يورو ولا دولار؟ هو مكتوب مرة 9.5، الجديد 9.5 مليون دولار بجانب بعض الامتيازات. 9.5 مليون دولار زي 7 مليون يورو، امتيازات أخرى تصل قيمتها ل 500 ألف دولار، ليصبح إجمالي عرض شراء اللاعب يتراوح بين 200 مليون جنيه مصري. يبقى يورو لنادي الصين، يبقى يورو نادي هابي فورشان الصيني. ايه القصة بقى؟ أنت مسؤول. لا ما فيش قصة، فجايين عروض من الصين. والصين بتدفع. لكن لابد وأنت بتدرس حاجة زي كده، بتدرس بتتوائم احتياجاتك الفنية. طب انت لو خرج وليد هيعمل خلل فني شكله ايه؟ هل يمكن يصعدته ولا لا؟ هي دي. يعني هو طبعا اي فرقه في العالم بتدير نفسها ازاي؟ انها تربح ماديا وتربح فنيا. لو حققت المعادله دي انت ماشي صح. لو حاجه على حساب حاجه بتبقى يبقى غلط. الاساس فني. ما هو ما انا لسه جاي لك. طب لو حاجه على حساب حاجه، خد بأهون الأضرار، خلي الأساس فني. فاهمني؟ يعني افرض إن أنا هبيع بخمسة مليون وهشتري بأربعة مليون ونص في حد ما أناش عارفه. لا يعني ما أعملهاش. في كل الأحوال دي قرارات معقدة شوية، وهي محل بحث جامد، ولن يحدث إلا ما هو في صالح النادي الأهلي. يعني لن يبت في هذا الأمر. طيب مش ضروري تاخدها بقى بالشكل الخبري معايا.